ضواحي باريس سعد المسعودي العربية. تزايد أعداد الحجيج القادمين من فرنسا دفع بأئمة المساجد هنا إلى إقامة دورات تأهيلية تمكن الحجاج من أداء ركن الحج بصورة صحيحة. هنا يقوم الشيخ زهير بن بريك بطريقة عملية يشرح قواعد الحج وأركانه مثل الوقوف بعرفة والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة، كما يشرح واجبات الحج مثل طواف القدوم وطواف الوداع ورمي الجمار والحلق أو التقصير. يضاف إلى ذلك فإن إمام المسجد يصوب بعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الحجاج. إذن هذا غلط آخر لكي يقوموا به الكثير من الإخوة. خدت على نفسي عهدا من الله عز وجل أنني كلما اقترب الحج يعني أن نقوم بدورة تدريبية للحجاج في هذا المسجد، مسجد طارق بن زياد في المدينة، حتى يمشوا الحجاج إن شاء الله تعالى يعني وهم قد تعلموا المناسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فالذي لا يعرف شيء عن المناسك الحج كيف يحج؟ لبيك لا شريك لك لبيك. الحجاج الذين يقومون بتطبيق هذه التمارين العملية وجدوا إجابات شافية لاستفساراتهم حول الطريقة المثلى والخطوات الصحيحة للحج. ستساعدني وتساعد كل الناس الذين يأتون إلى الدروس، إنها جيدة وتريهم كيف يحجون. ويشير تقرير فرنسي إلى أن الشباب يشكلون ثلث الحجاج الفرنسيين هذا العام، بينهم أفراد في الجيش الفرنسي من الشباب المسلم، وعندما يعودون من أداء الفريضة فإن أصدقائهم ومعارفهم يحيطونهم بهالة من الإعجاب والتقدير. الآن أنا الشلة اللي عندي مع المجموعة اللي ماشي فيها عندي تقريبا 200 شخص، فيها كلهم أقل من 60 سنة، أما الشباب كاين واحد نقول لك 40% كلهم شباب. ومع هذا تبقى الرحلة إلى الحج مكلفة وفوق طاقة كثير منهم، هؤلاء المهاجرون العرب والأفارقة المسلمون الذين يعملون في قطاع الخدمات ويتقاضون أجورا لا تكفي لتحقيق أملهم في أداء الفريضة التي يتمناها كل مسلم. حجا مبروكا نتمنى لكم. شكرا حاج على هذه الدورات التأهيلية. إذن بهذا التنسيق بين أئمة الجوامع وبين رحلات السفر وبين إدارات الحج في المملكة العربية السعودية، تتجاوز الحجاج هنا في فرنسا كل الأخطاء التي كانت تحصل في السابق. دورات تدريبية يدخل فيها المسرح لتلافي كل الأخطاء ليكون حجا ناجحا. من جامع طارق بن زياد، ضواحي باريس، سعد المسعودي، العربية.